وقفة إنسانية ليست بجديدة، بادرت بها المرجعية العليا الرشيدة بإرسالها قافلة من المساعدات الإنسانية إلى العوائل النازحة في المخيمات بمدينة تكريت للتخفيف من معاناتهم، وهم يواجهون ظروفا صعبة خاصة في هذه الأيام الشتائية الباردة. احنا نشكر المرجعية العليا ونشكر السيد علي السستاني على هذه المبادرة اللي وزعها مغاربة للنازحين مخيم الشهامة، ونطالب الحكومة المحلية بالنفط. يعني هاي عندنا شوية حال مسألة، يعني النازح الكيمن النفط الأبيض. النازحون عبروا عن شكرهم لما تقدمه المرجعية من مساعدات متواصلة لهذه العوائل التي طالبت الحكومة الاتحادية بإنهاء ملفهم والعمل على إعادتهم إلى ديارهم التي نزحوا منها. احتياجاتنا الأخرى، المخيم طبعا محتاج المادة النفط الأبيض لأنه الأجواء باردة جدا في هذه الأيام، وما توزع عندنا يعني نفط أبيض خلال هذا الشتاء، وإضافة إلى أنه النازحين محتاجين المفروشات الدواشق والبطانيات، لأنه حتى اللي استلموها يعني مضى عليها فترة طويلة تقريبا سنتين أكو ناس يعني من مستلمة، ونطالب الحكومة المحلية أيضا بالوقوف مع النازحين. ياسر عدنان، قناة صلاح الدين الفضائية، تكريت.